أولا بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. محمد بن زال كتيب عام نقابة مهني سيارة أجرة فرع إحداد إكسان بني بويفرور. اليوم احنا جينا كنا البارح درنا واحد الشكل نضالي فيما يتعلق المشكل ديال 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 الداخلي ديال الطاكسيات، وكنا درنا اجتماع موسع في عمل تقليب ناظور مع الفرقاء النقابيين الاخرين، واتفقنا باش نديروا التوافق والى غير ذلك. مع الاسف ومع كامل الاسف تفاجئنا اليوم لقينا كاين واحد القطيعه ما بين الطاكسيات ديال هذه الخطوط الثلاثه، مع الطاكسيات ديال ناظور والطاكسيات ديال الزمهرير. صراحه هاد الطاكسيات هادو راه محكورين بزاف، بما انهم تيتطبق عليهم القانون هما ديال نقل الركاب خارج المحطه، وحنا تنتفاجئوا ان الطاكسيات الاخرين ما تيتطبقش عليهم القانون، كاننا نعيش في دوله قد ما عندك قد ما تسوى. واحد مغربي طويل واحد مغربي قصير، حنا كلنا سواسيه امام القانون، كلنا مغاربه، ولهذا نحن نطالب جميع 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 السلطات بالتدخل لانصاف هذه الشريحه، لانها شريحه متضرره. كما الطاكسيات ديال احدادن ولا الطاكسي ديال بني بويفرور ولا ديال اكسان ما تيهزوش من التراب الجماعي، سواء لا ديال الزنغان لا ديال احدادن ولا ديال الناظور. كذلك نطالب السلطات بتفعيل القانون، حتى حنا الطاكسيات الاخرين الغرباء على هذا التراب ديال الجماعه ديال احدادن وديال اكسان وديال بني بويفرور يلتزموا بالحدود ديالهم، وما يهزوا ليناش المواطنين ديالنا، وما يهزوا ليناش الناس ديالنا، وحنايا نبقاو خوت وشكرا. ولكن حنايا تنتفاجئوا ونحمل المسؤوليه وكامل المسؤوليه السلطات المحليه وكذلك الوزاره الداخليه من اجل التدخل العاجل لمعالجه هذا المشكل، لاننا حنايا ان شاء الله تعالى رانا عازمون الا ما حلوا لنا المشكل في اقرب الاجل، راه غنديروا مسيره ان شاء الله سلميه حضاريه الى وزاره الداخليه باش نحطوا لهم هذه الرخص، يعطيو لينا فين غنمشيو نخدموا، وشكرا.